طب كابتن استاذن حضرتك، خلينا نروح للمراسلنا محمد توفيق من ارض الملعب عشان ينقل لنا اجواء ما بعد المباراه. اتفضل يا محمد. من جديد برحب بك كابتن هيثم وضيوفك الكبار في الاستوديو. يمكن مباراه اكثر من رائعه ادها النادي الاهلي النهارده، يمكن دوت سبب يمكن الحزن الكبير اللي بيخيم على اعضاء الجهاز الفني. يمكن كابتن اشرف توفيق حاولنا يكون معانا على الهواء بعد المباراه، لكن الراجل حتى لما اتكلمت معاه هو زعلان جدا من المردود الطيب اللي قدمه الفريق النهارده، لكن ما كانش موفق. يمكن كل النقاط اللي اتكلمتوا فيها في الاستوديو التحليلي ما بين الفترتين الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، كل الاخطاء الدفاعيه يمكن تمت، يعني الفريق قدر يتغلب عليها. شفنا دفاع المنطقه عاد تاني الزون ديفنس، كان في اداء اكثر من رائع. يمكن ما كانش توفيق شويه على الباسكت. كابتن اشرف يمكن زعلان جدا حزين، كان في تطور النهارده في اداء الفريق والفريق قدم مباراه كبيره، لكن للاسف التوفيق ما كانش معانا. على الجانب الاخر ايهاب امين يمكن تم اصابته بخلع في احد اصابع اليد اليمنى. يمكن ايهاب يعني زي ما بقول لك يمكن في حاله انهيار تام وبكاء عقب المباراه، يمكن يعني زعلان بقول انا كل ما انزل تقريبا اتصاب، انا بقالي شهر غايب للاصابه واول مباراه بنزلها بيتم اصاب تاني. يمكن اتكلمت كمان مع طبيب الفريق قال ان هو حالا دلوقتي هيتحرك على المستشفى يعمل اشعه على صبعه يعني يتبين مدى اصابه ايهاب امين. يعني اعتقد النادي الاهلي النهارده ادى ما عليه وادى مباراه كبيره جدا. يمكن الحاجه الوحيده اللي كانت ضدنا النهارده هي غياب التوفيق وبعض يعني زي القرارات التحكيميه العكسيه في بعض الاحيان، لكن اعتقد النادي الاهلي فيه تطور كبير في الاداء، واعتقد المباراه القادمه ان شاء الله. وزي ما بقول يعني دي جوله الذهاب خلصت، يتبقى مباراه العوده بشكل كامل ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يحصل فيه من رائع. وزي ما عهدناهم دايما النادي الاهلي بيلعب على كل البطولات وان شاء الله يكون موفق. كلمه ليك كابتن هيثم وضيوفك الكرام. زميلنا محمد توفيق من ارض الملعب، شكرا جزيلا. ما تقلقش يا محمد يا توفيق، ان شاء الله التوفيق هيجي قريبا باذن الله ولكل مجتهد نصيب.